مساء الخير والورد والجمال والعافية. بنات، نمت نومة مو عادية، يمكن صار لي نايمة 12-13 ساعة، هالقد ما تعبانة. شو اخباركم؟ مشتاقت لكم والله، البارحة غبت عنكم. ان شاء الله يكون يومكم حلو، تقضون عطلة موفقة يا رب. اليوم قعدت تقريبا خلينا نقول من وقت، اوكي، لان عندي ضيفه حيل غاليه علي جايه من الكويت. هي فنانه عندها شغله بالعراق، للاسف يوم واحد وتسافر، فهي رادت تجي. طبعا من اني بدبي قلت لها مستحيل ولا ممكن، لازم اكون اني موجوده. لما راح تشوفين شيء من العراق تعرفون اني ما حد يستد مكاني. ف اي والله هذا منطق، يعني غير يعني اني واجهت بلد اراويها هذا البلد الجميل. يوافقوني الرأي؟ لا تفتح عيونك، دول وجهك الحلو. المهم ما طول عليكم، أريد بس لأنه الواحد كنت نايمة وتعبانة، ما قدرت أني أقوم بالواجب بنفسي، بس أكو ناس فعلا سدوا الخلة. أولا سما المطار تحية لهم، جابوا ليها من باب الطيارة، ما تعذبت، إجراءات بالمطار الله يجزاهم ألف خير. تحية لكل منتسبي مطار بغداد الدولي، وحصرا شركة سما المطار اللي هي شو يسموها، فهد بالانجي. اي بالضبط، هي سابقا يمكن بالانجي هسه سما المطار. اي وقبل جابوا لياها مع السائق الفندق بابل، فشكرا لهم. هذه الشركة الجميع يقدر طبعا من حقه يسافر بيها او يستقبل ضيوفه، ما يحتاج ابدا تكلفة من احد او تكلفون احد او توسطون احد، لا تقدرون انتو بكل بساطة طبعا تحجزون، يجيكم السائق للبيت وياخذكم يخليكم بحق الطيارة، او العكس يجيبكم من الطيارة يوديكم للبيت. فهذه خدمة ممتازة ورائعة، وفعلا تبيض وجهنا قدام ضيوفنا اللي جايين من برا. وهسه يا بنات رايحت لها الفندق بابل، اخذها عندها شغيلة صغيرة ان شاء الله افضل هياها، افضل هياها حلو، ما متريقة بعدني. وبعدها شو يصير وياي اكيد راح ابقى على اتصال وياكم واوافيكم بادق التفاصيل، واكيد اتمنى لكم يوم حلو مثل وجوهكم الحلوه عمري.